فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك شروح كافية في ما يتعلق بالرحبية؟ نعم. هل هناك شروح وافية تشرح الرحبية؟ يا أخي، الشروح ما أنت بفهمها ولا ملازم من مدرس، لكن الشروح تستعين بها، الشروح تستعين بها، مثل شرح الشنشوري، حاشية الباجوري على الشنشوري، هذه تستفيد منها، لكن لا تعتمد عليها وتظن أنك تبي تفهم الفرائض بمجرد قراءة الشرح. لا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.